طيب نروح بقى الماتش ده. النهارده ولا نتخل. انت عايز أه نكمل مش عارف انا قلت نقعد نعدي الثاني برضو <applause> على البوتا طيب. لا خلينا نعدي بقى دي كفايه <applause> <applause> انا تعبت انا وانا وانت تعبت لا كلنا تعبنا <applause> نروح ماشي على قولك نروح بقى الماتش النهارده طبعا الاهلي امام ايسترن كومباني في مسابقه الدوري العام واللي هيكون يعني نقدر نقول عليه البروفا الاخيره قبل مباراه القمه طيب تعالوا حضراتكم نشوف اهميه الماتش ده في المرحله دي بالتحديد جايه في صورة إيه؟ أولاً أنت لسه خارج من نهائي دوري أبطال إفريقيا من حوالي أسبوعين وخسرت البطولة بفعل فاعل بين خسين بفعل فاعل بعدها يعني من ايام بسيطه رحل المدير الفني بتاعك مستر بيتسو موسيماني والكلام ده حصل قبل ايام من مباراه القمه اللي اكيد نتيجتها هتكون مؤثره جدا في شكل المنافسه على البطوله يمكن ما تكونش حاسمه لكن الاكيد ان هي هتكون مؤثره جدا على شكل المنافسه في الفتره القادمه طبعا اداره النادي اتخذت زي ما حضراتكم عارفين قرار بتولي كابتن سامي قمصان الاداره الفنيه للفريق بشكل مؤقت وفي ماتش طبعا ابتداء يعني من ماتش المصري بالسلوم في الكاس والحمد لله ربنا وفقنا وكسبنا بهدف احمد عبد القادر في ظل غيابات كتير جدا في هذا اللقاء وطبعا ان شاء الله ان شاء الله كلنا ثقه في المدرب المحترم كابتن سامي قمصان انه يقدر يقدر يعبر بسفينه الاهلي الى بر الامان الفتره الجايه ان شاء الله بصوا كمان هيكون يا كريم استكمالا لكلامك اول اختبار حقيقي لكابتن سامي واعتقد انا شايفه برده لو هنيجي نقيم كده فكره الفوز في يعني او بهدف في ظل كمان غيابات لو حضراتكم اكيد متابعين كتيرة جدا وماتشات الكاس اكيد هي ملهاش برده في الاول في الاخر مقاييس يا كريم لكن او ما بتخضعش لاي اعتبارات لكن اكيد هي بتكون دفعة او هتكون دفعه معنويه مهمه جدا للفريق النهارده وبالتحديد لما تيجي تتكلم عن ايسترن كومباني وهو فريق برضو لو انت عارف هو بيلعب كوره دايما دفاعيه واكيد اكيد هو كفريق نفسه ان هو برده يحقق نتيجه ايجابيه امام النادي الاهلي وفي المقابل برده احنا ككابتن سامي قمصان احنا عايزين نخرج بالثلاث نقاط زي ما كنت بقول لحضراتكم في بدايه الحلقه في ظل طبعا برده عدد الغيابات اللي موجود واللي هتكون موجوده النهارده لكمان اللعيبه الدوليين اللي كانوا مع منتخب مصر اكيد في الفتره طيب التوقف الدولي كمان عندنا في مشكله فيعني في <applause> النهارده بص يعني لو حصل مكسب ان شاء الله انا اعتقد المكسب الاساسي هيكون مكاسب معنويه يا كريم طبعا. طبعا. قبل ماتش القمه بقى ويعني زي ما حضراتكم عارفين برضو احنا هنرجع ونتكلم عن معدن اللعيبه بتاعتنا اللعيبه بتاعتنا برضو على مر العصور خلينا نقول كلمه حق هم بيثبتوا دايما ان هم بيكونوا حاضرين في الاوقات الصعبه وشفناها يعني مش معنى ان احنا دلوقتي يا كريم مش في افضل حالاتنا او عندنا غيابات او 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 بنعاني من ظروف او عندنا مشكله مثلا في الجهاز الفني او غيره ان احنا ننكر برضو ان اللعيبه بتاعتنا كانت ليها يعني مواقف كتيره جدا رجوليه وقدروا ان هم في ظل برضو واتكلم انا بتكلم على الموسم اللي فات كان عندنا ظروف اوحش من كده وقدروا ان هم برضو يشرفونا في الملعب او على الارض او في بطولات ف يعني معلش ده بيحصل في كل الفرق يمكن عندنا زياده شويه بس يعني عشان دا قدر كان بس ده قدر لعيبه الاهلي قدر على فكره أه على مر التاريخ طبعا. يعني طبعا. والنوستالجيا اللي احنا بنقعد نتكلم فيها ايه. والقصص اللي احنا بنسمعها دي مش حاجه هي جديده بس برده الناس دول او اللعيبه دول فرحونا فخلينا يبقى عندنا امل ان شاء الله خير برده هتبقى مهمه برضو راح نتكلم بمنتهى الشفافيه صعب على كابتن سامي قمصان ما المهمه مم. الاسهل فنتمنى ليه التوفيق وهو تاني هو رجل محترم جدا وذكي جدا وباذن الله يقدر يحقق يعني ما نحسش بغياب موسيماني يعني انا اتمنى ان احنا لا نشعر تماما بغياب النهاردة ولا حتى الماتشات اللي جاية اللي هيتولي يعني إدارتها كابتن سامي قمصان إن شاء الله برضو